نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهديكم ومستمعيكم، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. سيدي، في هذه الحلقة نحاول تجميع لمسات ولمحات أي القرآن الكريم التي تناولت بعض آفات المجتمع الموجودة آنذاك وإسقاط ذلك أو ربطه بالواقع. لكن من خلال تجوالنا وتطوافنا مع فضيلتكم على مدار هذه الحلقات في برنامج صفوة الصفوة، من وجهة نظر فضيلتكم، ما هو الملمح العام الذي يربط بين هؤلاء الصفوة؟ الحمد لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا، هو يجمعهم جميعا دعوتهم الواحدة إلى توحيد رب العباد عز وجل. نعم. أو يعني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، هذه دعوة الرسل. يعني أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة. حتى تشابهت ليس في يعني طريق يعني الغاية، وتشابهت أيضا في المصاعب والعقبات. نعم. يعني ما اتهم به نوح اتهم به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا مجنون وازدجر، مجدجر. يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون. يعني شوف نفس الكلام، مساحة التاريخ كام؟ مئات يعني عشرات القرون، لكن التهمة واحدة. صحيح. إن هذا لساحر كذاب، سيدنا موسى. نعم. يعني ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، لأن السحار يقف أمام الإيه؟ الساحر. واتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ عليه الصلاة والسلام بالسحر. بالسحر. نفس القضية، نفس يعني إذا أعداء لكلمة التوحيد ولأعداء الإنسانية ودين الإنسانية وهو الإسلام، هم على مر الزمن شريحة واحدة، هذا أمر. أما الغاية من الرسالات التي تتابعت. نعم. ومن الدين الذي أنزله الله عز وجل على حلقات وعلى خطوات وعلى مراحل على أيدي الأنبياء من لدن سيدنا نوح إلى الخاتم المعصوم صلى الله عليه وسلم، عليه السلام. كلها رحلة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الملمح، ملمح التوحيد، أن تكون الدينونة لله عز وجل. لكن سيدي الشيخ الفضيل، قديما كان هنالك شرك بالله تبارك وتعالى، عبادة أوثان وعبادة أصنام وعبادة شركاء من دون الله، ولهذا ربما تكون الدعوة عامة أن اعبدوا الله. الآن ما في عبادة أوثان ولا أصنام؟ الله أكبر عليك يا ابن، سبحان الله. هذه الجاهلية الساذجه التي تعبد صنما أو حجرا، أما الآن جاهلية حديثة نفس القضية، عبادة المال، عبادة الذات، عبادة القومية، عبادة العصبية، الجنس الأبيض، اللون الأبيض، العالم الثالث، العالم الأخير، الدول النامية، الدول المتخلفة، العالم المتقدم، هذه عبادة، عبادة الدولار، عبادة الين، عبادة المال، عبادة تعيس عبد القميص، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. فأصبحت الألوهية الآن أو الشرك الآن شرك معقد، يعني شرك ولكن أخذ لونا جديدا، لكنه شرك. هي جاهلية بنفس المنطق، يعني قضية وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. خلاص، مادام نفس القضية، ولا تقول دولتي هكذا أو عصبيتي هكذا، فالأطرح الدين جانبا ولا أقول بعصبيتي. أنا أضرب لك مثال، تفضل. أتكلم عن الجاهلية وأتكلم عن يعني انظر إلى رجل كسيدنا شعيب. نعم. ما الذي استشرى في قومه؟ ها؟ يعني أوفوا الكيل والميزان. خلاص. نعم. طيب، تقول الان يعني موازين ايه؟ احنا اصبحت موازين منضبطه، في بمؤشر وفي من غير مؤشر، وفي الكترونيك سبحان الله. يعني قضيه ليست القضيه هكذا. الله، ويل للمطففين، هل هي في البيع والشراء؟ في المعاملات، في التعاملات. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الملمح في البيع والشراء. لا لا، ده هذا ملمح ظاهر، اما الملمح العام في التعاملات، من يقيل بمكيالين وثلاثه مكاييل واربعه مكاييل، حتى في الاراء. يعني الان مثلا اضرب لك مثال بسيط، قضيه دارفور هذه. نعم. اطلت دراسيها على الجميع. صحيح. من يعرف من المسلمين مثلا يعني
أن دارفور هذه يسكنها 99% من سكانها مسلمين ويسميها الأفارقة دفتي المصحف لأن نصف عدد سكانها من حفظت كتاب الله عز وجل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دارفور هذه كان رجل يسمى علي ابن دينار سلطان لها. نعم. في ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. يعني توصل ذي الحليفة. لأنه يسمى أبيار علي. نعم. صحيح. الناس يظنون أن الذي حفر هذه الأبيار هو سيدنا علي. لا، علي ابن دينار سلطان دارفور والذي حفر أبيار علي. دارفور هذه لما توقفت الحكومة المصرية الزمان عن عمل كسوة الكعبة قامت دارفور وسلطنة دارفور بعمل كسوة الكعبة سنوات. من الذي يذكر هذا؟ إذا الغرب لما يعاملنا بعدة مكاييل عدة مكاييل ألا ينطبق هذا على ويل للمطففين؟ سبحان ينطبق. الله سبحان الله العظيم. يست الكيل بمكيالين كما تقول بعض الميديا. وجود الإسلام داخل الشيشان وداخل جروزني أزعج الدب الروسي. لذلك لا يجب أن يوجد هذا الكيان الإسلامي. 5 مليون أباد منهم مستلين مليون مسلم وبيدوا عن بكرة أبيه وتيتوا من قبل هي في غزافيا والبوسنة. هذه ويل المطففين. ليش القضية هذه الجاهلية يا بني أيام أبو جهل أو لهب لما كان عمرو بن لحي لما راح الشام وهو أحد زعماء العرب الكبار فوجدهم بيعبدوا أشياء كده. ما هذا؟ هذه آلهة نعبدها. طب أعطونا إلهين. يعني استورد آلهة ورجع بهم وبدأت عبادة الأصنام داخل مكة وكان حول الكعبة 60 و300 صنم على عدد أيام السنة الهجرية. نعم. حول الكعبة سبحان الله العظيم. هذه جاهلية سيدة الجاهلية مبسطة. أما الآن جاهلية معقدة جدا ولكنها جاهلية بكل أوجهها. يعني تحت منطق أفرأيت من اتخذ إلهه هو يعني العربي ما كان حتى الغرب إلى 100 سنة أو 70-80 سنة كان مغطى. نساؤهن كانت مغطى. فلما جاءت الماسونية العالمية عملت إيه؟ عرت النساء وتاجرت بالنساء حرية وبدأت تتكلم عن حرية المرأة ونحن قلنا من قبل إنها حرية الوصول إلى المرأة. إذن هي جاهلية. نحن نعيش في جاهلية لكن ليست الجاهلية مدة زمنية. ليس هي حالة عندما تبتعد البشرية عن دين رب البشرية. بس هذا تعريف الجاهلية. أما الجاهلية أن درسوا أهل اللغة درسوا اللغة الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي وخطبة مش عارف أكثر ابن صيفي وقص ابن ساعدة وذو الإصبع العدواني يا بني أجلس أمحطك نصيحتي إلى آخره. والله كان فيه قيم ومبادئ. إذن كانت جاهلية ساذجة لكن كانت فيها قيم. نعم. ولا تجد هذه القيم إلا في المنطقة العربية وفي الدول التي لها حضارات كالشرق. نعم. الهند والصين وإلى طيب. نعم. نظرة عامة من خلال التجوال والتطاف أيضا مع فضلاتكم على أنبياء الله ورسله في الحلقات المنصرمة نجد أن هؤلاء الصفوة كل واحد منهم كان يعالج آفة محددة في قوم معينين. هنا في هذا الواقع هل ترى لنا آفة واحدة أم فينا كل آفات أقوام الأنبياء والرسل؟ شوف الحق له مقياس واحد هو لا إله إلا الله. نعم. هذا هو الحق. يعني لا محكم أو لا حاكم لهذا الكون. لا معقب لحكم الله. ما لا حاكم في هذا الكون إلا رب العباد. ولا خلاص هذا أمر. طيب لما تيجي أنت في سيرة الرسل جميعا ما دينهم؟ الإسلام. تمام. نعم. طيب. سيدنا نوح فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أجري على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه سيدنا نوح أول الدعاء. نعم. سيدنا إبراهيم ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. أسلمت لرب العالمين. نعم. سيدنا إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سيدنا لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شو السلسلة سبحان الله. سيدنا يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل أسلام هذا هو الدين العام.
سبحان الله. سيدنا موسى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ولا يتوكل على الله الا مسلم. صحيح. سيدنا موسى هو اللي هو اللي هو ابو اليهوديه. نعم. يعني او شيخ بني اسرائيل كما يقال. شيخ بني اسرائيل كما يقال سبحان الله. نعم. داود وسليمان الا تعلوا علي سيدنا سليمان. واتوني مسلمين. واتوني مسلمين. بلقيس نفسها. ظلمت نفسي. واسلمت مع سليمان. المسيح. فلما احس عيسى منهم الكفر. قال من انصاري الى الله? قال الحواريون نحن انصار الله. امنا بالله واشهد بان مسلمين. مسلمون. مسلمون. إذن هذه السلسلة التي تجمع الجميع. ولكن الإسلام الآن سبحان الله. سيدنا محمد حينما جاء قال إن الدين عند الله الإسلام. وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وأنا أول المسلمين رغم هو آخر السلسلة. أين سيدنا إبراهيم؟ الله يرضى عليك. سيدنا إبراهيم نفس القضية. احنا قلنا قال له ربه أسلم. أنت أول المسلمين يعني. هو آخرهم زمنا. صحيح. لكن لعظمة هذا الدين أنه يؤمن بالدين كله ويؤمن بما أنزل على نوح كما يؤمن برسالة يونس كما يؤمن بقضية شعيب كما يؤمن بقضية داود وسليمان. فلما جعل هذا في بإيمانه بالرسول الأول الذي أسلم فهو أول المسلمين لأنه مقتنع بالفكرة كلها. نعم. مش قضية الأولية أولية الزمن. لا أولية الفعل. الفعل. أولية نعم. الفعل. نعم. نعم. فهذه السلسلة التي تجمع الجميع. طيب تعال إلى الآفات. كل قوم لهم آفة. ولكن كل أنت تقول أن هل يعني أنا أقول لك أن الحق له مقياس واحد. نعم. الحق هو الإسلام. طب قيس أي عمل على الإسلام عند أي نبي من الأنبياء في قواعد عامة. طب بعد إذن فضلتك يعني نعم. وأنا باعتباري ابن لكم نعم. دعنا نتفق أولا لا تغضب مني على أن الإسلام هو الحق. يشاهدنا الآن من لا يؤمن بهذا الكلام ولا يصدق به في عبارات وجيزة كما علمنا عن فضلتكم في مناظرتكم مع الآخر الغربي. لما الإسلام هو الحق؟ لأن ليس في الإسلام شيء ينافي العقل ولا الفطرة ولا المنطق. الأعراب القح لما سئل لما أمنت لمحمد قال ما قال محمد افعل وقال قلبي لا تفعل وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. هذا أمر الله لا يصطدم مع الفطرة. ما قال محمد افعل وقال قلبي لا تفعل. لا 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 إياك. يعني فعل سيدنا محمد يصادف هوى يصادف قلبه وفطرته. عربي قح لا هو حصل على شهادات ولا يحزنه سبحان الله. ما. أما وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. لا ليه؟ لما دخل ابو سفيان على هرقل وقعد يساله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه نعم. ابو سفيان كان ما زال على كفره كان لسه لم يسلم بعد نعم. المهم هل من خياركم او من عوامكم من عوام الناس يعني من الرعاع والسوق لا من خيارنا. طب هو في نسب عظيم فقير فقير كل سؤال يقول هكذا الرسل هكذا الرسل هكذا الرسل. طيب وابو سفيان لم يكذب وابو سفيان يقول بعد ان انتهت هذه الاجابات كلها من يامركم يامرنا بصله الرحم واكرام الضيف والبعد عن المعاصي سبحان لا هنا نعم نعم نتعلم نعم من كلام فضيلتك نعم نعم. ابو سفيان كافر ولم يسلم بعد هو يعادي لا 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 وهو زعيم الكفر يعاديه وعدو لرسول الله ويشهد بالحق هكذا يقول ابو سفيان بعدها لولا ان يؤثر عني لولا ان يؤثر عني اني كذبت لكذبت. يا الله اكبر. اذا ايه يخاف من ان يقال عنه. واذا اسوأ العباد عند الله ايه قالوا مالك كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا مالك كذاب نعم. لانه في مرحلة المسؤولية ويكذب على الناس. واحد مدير كذاب مالك كذاب رئيس مصلحة كذاب هذا اسوأ الناس عند الله. لماذا لأن ما الذي يدعوك كذا؟ بس يا اخي لا لن ازيد مرتبات الموظفين خلاص سكت الناس هتعمل ايه سبحان الله. السلام عليك ايها الاجير. رجل يدخل على معاويه في عز المملكه امير المؤمنين والشام واهل الشام ومعاويه من معاويه يعني مش ده هو زعيم من صغره هو زعيم من صغره صحيح ابن زعيم صحيح. يعني سبحان السلام عليك ايها الاجير. قال الحاضرون استحي رجل قل السلام عليك ايها الامير. قال السلام عليك ايها الاجير. قال اتركوا ابا حازم فان ابا حازم يعرف ما يقول. فقال ابو حازم للحاضرين ان الله استاجره ليكون اميرا علينا وليتق الله فيما استؤجر فيه. الله
أين هذا يعني الدعية الجميل من بعض الدعاة اليوم؟ نحن قلنا ان ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. نعم. فان رايت ثغره عند انسان، انا محمد ابني ارى والله اعلم. نعم. ان الدعاء لا يجلسون على كراسي او يعني يحتجبون عن الناس ويظنون ان الدعوه تصل هكذا. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه على القبائل سبحان الله. نعم. يذهب. وبعدين قضيه ايه؟ قضيه ان الدعوه تحتاج الى حركه، وتحتاج الى حكمه، وتحتاج الى منطق، وتحتاج الى اخلاص، وتحتاج الى ان يعطي الداعيه كل وقته لا فضول وقته لدعوته الى الله عز وجل. كل وقته يفرغه لله، لانه وضع في منصب هو اعلى منصب ما عينه احد، لان الله ولاه ان يكون وريثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن ارى والله اعلم بمنطق الضعيف ان الطبيب لا يرى الا عند المريض. طيب سنعود لمسألة الدعاء هذه، لأن يعني أريد أن أسمع رأي فضلتكم في نقطة محددة. لكن هؤلاء الأنبياء كانت لهم مناهج، كانت لهم خطوات، كانت لهم طرق لحل الآفات الموجودة في أقوامهم، أو لحل الآفة أو الآفتين كانوا معدودات. الخط العام أو اللمسة العقلية بما فيها من حكمة ورؤية نبوة لحل هذه الآفات، وكيف نستفيد من الآفات؟ أولا الداعية الكبير هذا من الصفوة، من صفوة الصفوة، ونحن نختم الجزء الأول يعني في المسألة، أن سبحان الله العظيم أول شيء هم من أقوامهم. دي قضية خطيرة. يعني لماذا لم ينزل الله ملائكة؟ لأن الملك إذا قال لي صم، أنا أرد عليه أقول له إيه؟ أصوم يا عم، أنت تدرك قضية الجوع؟ أنت تعرف غريزة الجوع؟ يقول لي لا. تعرف غريزة العطش؟ لا. طب سبحان الله، لو نزل رب العباد ملائكة يمشون مطمئنين في الأرض، لا، لأنزل إليهم ملك الرسول. لماذا؟ من جنس سبحان الله. لماذا جاء كل نبي بمعجزة برع فيها قومه؟ لما جاء القرآن بهذه البلاغة المعجزة، ماذا قال لبيد؟ وانت من اساطين اللغه بفضل الله. بارك الله فيك. ماذا قال لبيد بن ربيعه احد اصحاب المعلقات؟ الرسول يقول له اين شعرك يا لبيد؟ قال والله الا كل شيء ما يقول والله يا رسول الله انه لا يسري على لساني كدبيب النمل. نعم. يعني لسانه على، ولكن لما قرات الواقعه وما ادراك ما الواقعه، الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. توقف، هو نفسه توقف وجلس يعلم الناس سورة البقرة. خلاص البقرة. لا لا يعني يعني استحى ان يقول شاعر. يعني اذا هذه البلاغة لما جاءت في هؤلاء القوم. والوليد بن المغيرة قال ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة، وكم من افصح فصحاء العرب. لا، وقال ان تقولون ساحر، انا اعرفكم بالسحر، والله ما هو بساحر. ان تقولون كاهن، انا اعرفكم بالكهانة وسجع الكهان، والله ما هو بكاهن. ارطب سبحان الله. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر. إذا هذا يعني سبحان، لكنه تحول خلاص. ما هو يعني هو هنا التلمس الطريق حتى بدايته ثم تحول. طبعه غلب خواه خلاص وانتهت المصيبة، أضله الله على علم. لما تيجي في مصر كان السحرة وفرعون معتمد بكثرة على قضية السحر والسحرة. ماذا صنع؟ ألقى عصا تلقف ما صنع. خلاص نفس سيدنا عيسى. سيدنا عيسى سبحان الله. هما الطب والأكل ماذا سبحان، يبرئ الأكمة بإذن الله، يحيي المرضى يشفي المرضى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، لأنه وصلوا إلى أرقى مراكز الطب. فكان ويبرئ الأكمة هو الأبرص سبحان الله. فهذا هو يعني منطق قضية أنه من جنس ما برعوا في هذا الأمر الأول، وهو منهم. هذا هو الأمر الثاني. طب استطراد جانبي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لا، في حاله خاصه، في حاله العباده. حاله العباده، انت لا تطيق ما يطيق رسول الله. ليه؟ لان الله قال له فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. قال لنا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. هذه درجات، هذه درجات. وما يقال لاسامه مره على رسلك. طيب ماشي. على رسلك. التوجهنا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، نريد ان نتعلم. يعني فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت من العباده، من الصلاه، عد الى العباده مره اخرى، وانصب قدميك ووجهك تجاه القبله كي تعبدني وتزداد في العباده مره اخرى، حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم في الصلاه وهو يصلي، فيتحامل على قدم ويرفع القدم الاخر، وينزل عليه طه، أي طأها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
إلا تذكرة لمن يخشى. سبحان الله. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عد مرة أخرى. أما نحن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. خلاص توقع على شو حال. التكليف مختلف. لا لا أنا سبحان الله. قد نعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. وطائفة بس الطائفة الأولى المنتقاة. وبعد كده ده اللي صلى الفجر اليوم يا سلام يشير إليه ببنان الصلاح يعني ظهر بينهم ابن تيمية. فبالتالي كلمة الرسول هذه أبيت عند ربي في يطعمنا يسقيني هذه حالة انفرادية لرسول الله لأنه يعني لست كويس. سبحان الله. يعني كان المنافقون يرفعون رؤوسهم قبله في سمع الله لمن حمده. يعني هل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإخوته يجوز هذا جميل إنما إخوته إذا محمد. كان إنما المؤمنون إخوة فما بالك إنما الأنبياء إخوة لعلات. إخوة سيدنا محمد طبعا هذه أخوة شرف. ولما ننتسب لهم نقول أجدادنا من الأنبياء. الله أجدادنا. ولذلك لما تعيب عائشة وحفصة على صفية وهما تغاران منها غير شديدة لجمالها ولعلمها وفصاحتها كانت علامة فعايزين يلمزوها بالكلام يا بنت اليهودية. سبحان الله. فتشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لها قولي لهما إن كنت أنا بنت اليهودية فإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. شوف الله. شوف أنبياء. أنبياء. من أنبياء. هم. فأنت لما تسلك بالعمل سبحان الله من بطأ به عمله لما يسرع به نسبه يقول لك ده أنا من السلالة أنا من الأسياد وما له عام. طب بس أنت ما صليت المغرب. يقول لا 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 أقول لك أنا من النسب أنا من النسل الشريف من بطأ به عمله لم يسرع به. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. القرآن لغى هذه سلمان منا على البيت بلال سبحان الله صهيب سابق الروم بلال سابق الحبشة تبت يدا. قضايا واضحة قضايا واضحة مش حاجة اسمها انا من آل البيت. شوف آل البيت يظهر في خلقك وفي سلوكك. طيب. ان خرفت فانت لا ابن البيت ولا ابن الشام. جميل. سنعود إلى فضلاتكم مرة أخرى ولكن بعد هذا الفاصل مع مشاكل الأنبياء مع أقوامهم وكيف نستفيد من حل هذه المشاكل لحل أزمات وقعنا المعاصر في الأمة الإسلامية. فاصل ونعود كونوا معنا. دينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى. سيدي إذا أثرت سؤالا مع فضلاتكم مفاده قضية الداعية والمدعو كيف نربط بينها الآن وبين ما حدث في عهد أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. لم تختلف الصورة. يعني أنت عندك محمد بن منهج نعم وداعية ومدعو وواقع يجمع الجميع. خلاص يبقى كم المربع هو عندك منهج ده عنوان نعم وبعدين في ثلاث داعية نعم ومدعو نعم وواقع. الدعاة الأول فقهوا واقع قومهم. جيد. جميل. لو تلمس فقه السيرة من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو جاء في مكة ونزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك ولما قال وأنذر عشيرتك الأقربين وقف على جبل الصفا ونادى وبدأت الدعوة. في هذا الوقت 13 سنة متواصلة والأصنام تحيط بالكعبة والحجيج يطوفون عرايا يصفقون ويصفرون مكاء وتصدية تمام. هل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أو قال لعمار أو لبلال أو لعبد الله بن مسعود أو لعمر حطم هذا الصنم؟ اضربوهم مثلا. متى حطمه؟ بعد 21 سنة بعد واحد بعد يعني 21 سنة من نزول اقرأ. كانوا ضعفاء مثلا؟ لا هي قضية التدرج. انت لا تصدم المجتمع. انت لا تصدم المجتمع بأمور لكن في ثوابت وفي تدرج في التشريع وهذه حكمة الخالق لان الله ما انزل شيء الا بقدر. يعني لكن في بداية الدعوة معذرة سيدنا محمد ما كفر اهل مكة وما سجن اهل مكة وما اغار على بيوتهم وكسر اصنامهم وسلب تجارتهم وهم قابلوه بشيء من الخلق رغم الكفر. كان عندهم حد أدنى من القيم التي غير موجودة الآن. أنا أدعو الناس أن نتخلق بأخلاق أبي جهل ليس محبة فيه. أخلاق أبي جهل. أيوة نعم
أبو جهل. ماذا صنع عمرو بن هشام أبو جهل؟ نعم. في ليلة الهجرة عابت عليه قريش، لأنه كان زعيم أو رئيس القائد الفرقة الكوماندز إذا جاز التعبير، اللي تخطف محمد من فراشه. جيد. أو تأتي به حيا أو ميتا. قالوا يا عمرو بن هشام، تترك محمدا يخرج هو صاحبه من بين يديك، وأنت أقف على الباب مع صناديق قريش وكل قبيلة شاب جلد قوي بسيفه، ويطلعوا يلاقوا التراب على رؤوس الرسول، خرج وحط الى تراب شاهد تلك الوجوه وجعلنا بين يديه مسدا ومن خلفه مسد. قالوا ماذا تريدون؟ لما تكسر باب محمد وتدخل تاخذه من فراشه؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمه بيت محمد. يا الله، اين هذه القيم؟ من عمرو بن هشام، من ابي جهل، من راس الكفر. لما قتل في بدر قال ما قتل فرعون الامه. وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد. وابو سفيان في المقابل يقول انا لو يؤثر عني اني كذبت، بس المخافه دي، بس انا كنت كذبت وقلت محمد ده نصاب او اي شيء، لكن ما استطاع ان يقول. احنا اليوم عشان نهله الواحد يقول لا اله الا محمد رسول الله، نصفه يمكن فضل ان بس يغيروا اسمه انه 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 رجل أن اسمه كهين ولا غيره. يا لطيف، قلت في كده يعني سبحان الله. ففي يعني في لدت في الخصومه، وفي خصوم كبار. طب ربما لأن الدعاة اختلفوا عن سابق عهدهم. الدعاة يمثلون منهجا، والذي يكره الدعاة يكره المنهج. واضح دي ولا ما؟ خطير فضيلة الشيخ. مش كلام خطير، كلام واضح ولا لا؟ أنت دائما بنتكلم عن حقائق الأمور. نعم. ونحن في برنامج يجب أن نكون أصحاب وجه واحد، صحيح. وليست وجوه مختلفة. صحيح. الذي يكره الداعية إلى الله هو يكره كاره للمنهج. ولكن خشية أن يقال منافق أو ملحد أو فاسق أو فاجر يشتم في شخص الداعية، أنت مالك بشخصه؟ المنطق أن ينظر إلى كلام. هم قديما شتموا وسبوا شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل. مجنون وساحر. جميل. ما هو أولا المنهج عايزين يعرضوه، فما وجدوا المنهج قوي. طب يشككوا في إيه؟ في شخص الداعية. وجدوا المحبة غالبة من أصحابه له. نعم. فبالتالي انت عندك داعية ومدعو ومنهج وواقع. تعال شوف الانبياء وشوف فالرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، قصة عملي تتمحور حول اسقاط المنهج على الواقع، او انزال المنهج على الواقع. ودي عند قلة من الدعاة في العصر الحديث. نعم. اللي هو الواقع يعرفه والنص عنده، المنهج واضح. نحتاج دعوة، معذرة، دعوة تفصيل. نعم يا ابني. اذا نحتاج دعوة تفصيل. لا يا ابني، لا لا لا، دعوة لا. احنا كارثتنا محمد ابن ان احنا نقيس او عايزين نقيم ونفصل الدين على الواقع. لا، يجب ان يوزن الواقع بالدين. يعني اللي يعني لا تسقط الواقع على الدين. لا، هات المنهج حط ضعه ميزان. نعم. وضع عليه اي شيء من الواقع ان وافقه خير وبركة. بس ان وافق الواقع ده شيء طيب. نعم. ان وافق المنهج الدين يعني، ان لم يوافقه فيلغي الواقع. نلغي الواقع. وان كنا لا نتحكم فيما فيه. دي بقى دي قصه الخيبه والتخاذل اللي احنا فيه، سبحان الله. يعني لما سقطت الاندلس كان هذه سنه الهيه حاقت بالمسلمين، لما اختلف كما قلنا اصحاب المحراب احتله اصحاب الحال. خلاص سبحان الله. لأننا قسمنا الناس لما اختلف أصحاب المحراب. أيوة. احتله أصحاب الحان. صحيح. سبحان الله. صحيح. فالقضية أن أنت إيه يعني، قال أحد المستشرقين الأسبان، كنتم على ثرى الأندلس ملوكا لما كنتم لله خلائف، ثم طردتم منها لما أصبحتم على ثراها طوائف. قضية أضاء الرسالة. ما بس المنهج ضاع والواقع المر هو الذي يحكم. طب بالله عليك، لما فريق كرة يهزم في أولمبياد ولا في دوري، ماذا يحدث؟ يدعى كبار اللاعبين وأساتذة الرياضة وحشد والميديا تسلط الأضواء. عظيم. وسائل الإعلام كلها المقروءة المستطيعة. صحيح. الأمة محمد ابن من بعد عصر الخلافة، الخلافة القديمة، من بعد الخلافة العثمانية، الخلافة الإسلامية من 24. نعم. خلاص، من أيام أتاتورك لما ألغى الخلافة. مئة سنة. ما فيش 100 سنة. خلاص. صحيح.
أليس هذا القرن المنصرم الذي منيت فيه الأمة بهزائم وخسائر تحتاج من أصحاب الحل والعقد؟ وأنا أحمل كل المسؤولية أمام الله، وسوف أنا من ضمن المتعلقين في رقاب أي صاحب قرار يتخذ، يعني يستطيع أن يتخذ أن يجمع أهل الحل والعقد. ونرى لماذا تخلفت الأمة؟ إذا متى نظل العالم الثالث؟ لماذا نظل متعلقين؟ في إيه؟ المنهج كما هو، والرب واحد، والرسالة محفوظة. أين العيب؟ العيب فينا أم في الزمن؟ الزمن يا ابني الظروف تغيرت يا ابني، لا ظروف، نحن الذين نصنع الظروف. المؤمن كما قلت لك كلمة إقبال، المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدر. لكن ربما تكون هذه نبوءة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل. جميل طيب هو يقول هذا قضاء الله وقدر. لا يا ابني مش يقول هذا من باب التواكل، أننا خلاص طيب خلاص نعمل إيه، أمرنا إلى الله، الأمم كلها علينا. لا، هذا ضعفنا. ماذا نصنع؟ ما أشبهنا بالتلميذ الخيبان. ماذا يصنع التلميذ الخيبان؟ يرسب في الدراسة، يجي أبوه بالليل، والله يا ابني زي بعضه، قضاء وقدر، هو المنهج اللي صعب، وهذا منهج يا ابني درسوه الولد إيه؟ يقول لا، يبقى العيب في المنهج، العيب في المدرس، العيب فيك أنت أيها الخيبان التعبان. سبحان الله. قلت للصقر وهو في الجو عالٍ: اهبط الأرض فالفضاء جديبه. قال: إن في جناحي وعزمي ومرتع الفضاء مرعى خصيب. الله. هذه الهمة. كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. وعلى قدر أهل العزم. هي كده، يا سبحان الله. يعني ليس القضية بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وما نيل المطالب بالتمني، ولذلك قلنا إن النصر كان للأتقياء، فلما ضاع أهل التقوى صار النصر للأقوياء. مش دي من سنن في الكون. صحيح. يا مؤمن، يعني نحن خذلنا ديننا. تمام. نحن خذل ما شرفنا ديننا، نحن ظلمنا ديننا مرتين. نجي من الاخر. طب يا ليت. ظلمنا ديننا مرتين. الاولى ما طبقناه في حياتنا تطبيقا عمليا، وانما فرقتنا الاهواء والفرق والتشرذم. نعم. والعالم كله الان قائم على الكيتونات، تجميع. نعم. جمعوا دول السوق الاوروبيه المشتركه على اختلاف مذاهبها، ده فكر مش عارف ليبرالي، وده فكر راسمالي، وده فكر شيوعي، كله يجتمع تحت رايه واحده، ليهم وزاره داخليه واحده، ليهم كمبيوتر واحد، حاسب الي واحد، موضوع عليه كل بيانات. سبحان الله. العمله التافهه. سبحان الله. صحيح. واحنا كمسلمين لا اخاف من اخويا، لان ايه؟ سبحان الله. سبحان الله. فقضيت اضعنا المنهج بعدم تطبيقه، واضعنا الاسلام بعدم تبليغه. مش تبليغ كلام يا ابني، الكلام ده عارف الدعاء دول مساكين، دول اخر المعمعه. احنا عايزين سلوك. تطبيق سلوكي عملي. طب اقول لك شيء، احنا في صفوه الصفوه دي منذ متى؟ احنا خلينا بقى انت بتقول نجمع الموضوع كده ونقول. طيب، هل هناك من تغيير واضح اثر في سلوك الناس، ولا الناس بتستمع الى قصص؟ يعني نسأل الله أن يكون أثر، يعني أتمنى لكن قد يكون خلل فيه، قد يكون خلل من عقبات أخرى، ماشي. لكن ثم يا سيدي، انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. هذا كلام أبو حامد الغزالي. من أعظم ما قيل: انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. عارف واحدة مش محجبة تيجي تقول لك إيه من باب الخيبة المركبة؟ لا سيدنا الشيخ، ده المحجبات والمنقبات دول اخلاقهم ايه، وكذابين ومغتابات. طب يا ست ما قرا فيه انت الغيبه والكذب، ده شيء مش طيب. لا مش من قيم. خلاص اعملي بالقيم وتحجبي كمان، يبقى انت مثال صالح للمجتمع الحق. لكن لا، تلاكيك اي كلام، لف ودوران كبني اسرائيل تماما. طيب هنا اذا قسنا ربطنا بين واقع الذي نعيش فيه الان والواقع الفائت والمنصرم علينا في عهد انبياء الله ورسله، نجد دعاه ومدعوين. وهنا ايضا دعاه ومدعوين مع اختلاف الطبقات والقرب من الله. لكن المنهج واحد. صحيح، المنهج لم يتغير. هنالك ناخذ جانب المدعوين، هنالك المدعوين لم يكذبوا القران الكريم. تمام. ولم يتهموا القران بخلل او نقص. لا. او عيب في المنهج. تمام. أليس كذلك؟ قالوا لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لأن نتبع اعترفوا بأنه هدى. القرآن ده هدى، لأن نتبع الهدى يا محمد معك
نتخطف من أرضنا. من خلال قراءة فضلتك العريضة في تاريخ الأمة الإسلامية وكتب الفقه والسير، هل وجد انتقاد واحد ضد القرآن الكريم تحديدا؟ ما وكلها عن... وكلها راحت هباء منثورة. طيب، كل من وقف أمام القرآن جرفه بحر القرآن الطاف. جميل. آه. ما بالنا الآن نستمع من أمة الإسلام لاتهامات توجه وسهام موصومة بنار توجه ضد القرآن الكريم ومنهج القرآن الكريم. الاستدمار الأجنبي لما خرج ترك طابورا خامسا وسادسا وسابعا. نعم. هذه الطابور هي أبواق لهؤلاء المجرمين. يشككون ويريدون لي الحقائق. نعم. ويريدون أن إيه يرضوا الآخر، وإرضاء الآخر ليس على أساس ثوابتنا. لابد أن أثبت أنا. بالعكس، احترام الغير لي على قدر ما 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 سبحان الله. طبق المنهج. أحكي لك حكاية بسيطة. نعم. في مطار أمريكي، إخوة واقفين في طابور مسلمين. نعم. أول واحد ضابطة الجوازات ختمت له، يعني وقعت الجواز ومر. ثلاثة أخر من نفس الطريقة وعليهم سمة العرب المسلمين أوقفتهم وفتشوا الحقائب. فسألوا، طب ما أول واحد مر. قالت لهم أول واحد لم يتطلع في وجهي، وإنما كلمني باحترام وأدب، وأنتم تطلعتم في وجهي فشككت أنكم مسلمين غير حقيقيين. هذه واحدة أجنبية لا تعرف الإسلام. سبحان الله العظيم. راقبت من ينظر باحترام أو من يتكلم باحترام ومن ينظر بسوء أدب. سلوك. نحن الذين ما شرفنا ديننا. والله ما شرفنا ديننا. طيب. الآن نسمع من ينعق في الظلام يقول إن الحج دعوة لعبادة الأوثان، وآيات المواريث لابد أن تراجع مرة أخرى، وآيات الأحكام لابد أن تراجع، والحدود وإلى آخر، هذه الأشياء التي ليست موضوع حق. لكن هذه الغربان التي تنعق في هذا الليل البهيم، لما لم يتصدى لها الدعاء ونحسبكم من الصفوة في هذا الزمن؟ ولا صفوة غيره. أولا هذا يهرف بما لا يعرف. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. وأنا تعودت طوال حياتي أنني أسلك أوضح المنهج دون أن أنظر إلى من يعادي. لكن إذا انتقص من الإسلام شيء نهب جميعا. ولكن هذا الذي يقول هذا الكلام، وللأسف من بني جدتنا، قال فيهم صلى الله عليه وسلم ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، هكذا وصفهم. هذا حديث في صحيح مسلم يقول يقول أن أناس على أبواب المساجد لهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. ثم قال ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، يتكلم العربية ده لغة القرآن. نعم. ولكن فكره الله. أنا ضربت لك مثلا من قبل، وتخيل أنا وأنت أن سيدنا عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة، نعم، وجد 2007 ميلادية، كان يعمل إيه سيدنا عثمان؟ وعنده مصنع للذخيرة الحية وأحدث التقنيات في الأسلحة، لأنه يعني هو كده وجهز جيش. صحيح. يعمل سبحان الله. ترسانة. أبو بكر التاجر العظيم في الجاهلية وفي الإسلام، ماذا كان يصنع بملايينه؟ البورصة الدولية الآن. كان يمشي بتلبيب البورصة ويخليها بورصة إسلامية. صحيح. سبحان الله العظيم. واحد يعني زي سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير، كل هؤلاء أصحاب الملايين، ماذا كان يصنع؟ سبحان الله العظيم. فالمسألة يا رجل يا مؤمن، المؤمن الفطري الله يرحمه الشيخ الشيخ محمد الغزالي حكى لي عجيب والله. شوف الفرق بين الصفوة والرعاء. نعم. قال جلست مع الشيخ محمد فريد وجدي رحمه الله عليه. عليه رحمه الله. وتفسيره مشهور طبعا. هو اصلا من اصل تركي. الشيخ محمد فريد. والاتراك اصلا عندهم حب للدين عجيب فطري. صحيح. قال فوجدته يكتب بقلمين، يعني يكتب بقلم ويضع وياخذ قلم ثاني يكتب. فتعجب الشيخ الغزالي. قال له استاذ محمد يعني لماذا تكتب قلمين؟ قال هذا اكتب به ايات كتاب الله، ولا يجوز لي نفسيا ان اكتب الكلام العادي بالقلم الذي اكتب به ايات كتاب الله. سبحان الله العظيم. ده نبع عن ايه؟ نبع عن مش حمل هم الاسلام، قيمه القران، قيمه الدين عنده. الامام مالك رضي الله عنه ما ركب دابه في المدينه قط الى ان مات، يمشي باقدامه، والعسى قدما توافق قدما. يمكن رجل كده تيجي مكان رجل رسول الله.
جابر بن عبد الله يقول انا اسير بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الظهر وابحث عن ظله. قال طب ليه يا جابر تبحث عن ظل؟ قال كذا اطاه بقدمي. في ناس الان بتطأ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظن ان الله ينصر امه تتنكر لدينه وكتابها، سبحان الله. ولكن هؤلاء الذين تقول عنهم هؤلاء فقاعات يظنون ان ارضاء الاخر بان يهاجموا دينهم، والله ان الاخر يحتقره وما يحترم الاخر الا من تمسك بدينه. كيف تتعاملون معهم كدعاء تحذون حذو الانبياء والرسل في تطبيق المنهج؟ نحن اولا اذا ارادوا النقاش الهادئ بمعايير نحن على استعداد لان نناقشهم في غرف مغلقه مش على هوايات على الهواء. لا 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 كلام يا ابني، النصيحه على ملأ فضيحه، وانا اريد ان استر عواره، اريد ان استر له عورته. يعني فضلتك واثق؟ لا ثقتي بكتاب ربي، ثقتي بديني، ثقتي. لما يؤثرون في الناس هكذا؟ لان ارسل فصاد فقلبا خاليا ها فتمكن. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. هو اللي قدامه ايه؟ فارغ القلب، طبول فارغة فيؤثر فيها. طيب، كانت دعوة انبياء الله ورسله لمن هم ليسوا على المنهج. تمام، هنا الدعاء يدعون من هم على المنهج؟ لا، ما احنا الان انا مهمتي الاساسية الان دعوة المسلمين للاسلام. هذا لعمري تناقض عجيب. ليه؟ لماذا؟ دعوة المسلمين للاسلام؟ طبعا. ترى المسلمين بدون اسلام؟ بعيدين عن الاسلام؟ الله يا ابني الثوب الذي بلاش، تعال قل لكل شيء الان في الاستوديو الذي اجلس انا وانت فيه، نعم، عد من المكان الذي جئت منه، نسال الله السلامه، سوف نكون عرايا انا وانت تماما، نسال الله مننا لله، لا يعني نسال الله ان يسترنا واياك والمشاهدين دنيا اخرى. يعني لو قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه لما وجدنا الا الجلود التي على اجسادنا، واشك ان ربما لها يعني حقوق عند اخرين او عليها حقوق عند اخرين. يبقى احنا قضيه الجماعه اللي كانوا بتوع ذو القرنين بالضبط، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبين عندهم المواد؟ نسير فوق مناجم الذهب ومناجم البترول ومناجم الحديد وخيرات الله، والعالم الاسلامي عالم متكامل اقتصاديا سبحان الله العظيم، ونحن ذاهلون لا ندرك عنها شيئا. ذهبت الى بعض البلاد في جنوب عاصمة عربية سبحان الله 1200 كيلو متر بالطائرة، وانا اهبط وجدت اثار ابار البترول تشتعل. قالوا ان الهولنديين جاءوا سنة 51 اكتشفوا اول حقل بترول في هذا البلد. الهولندي ترك بلده والهواء النقي والغابات وراح في جنوب الصحراء على بعد الاف كيلو مترات من بلده كي يأخذ البترول، والذي فوق البترول جائع لا يجد رغيف الخبز، حافي فوق الذهب الذي اعطاه له رب العباد. منتظر انا ذي القرنين لما يجي عشان يعمل دول. انا لا ادعو المسلمين الى حقيقه الاسلام، ليس الاسلام ان اصلي واصوم، هذه علاقه بينك وبين ربك. اما ثمره الصلاه، يعني شوف يا ابني، الصلاه تحتاج الى عده امتار. نعم. لكن الحفاظ على قيمه الامتار هذه تحتاج ان تحتل العالم كله بفكرك وعقلك وعملك. هذه حقيقه الاسلام. أحسنت. طيب، إذا كان النبي والأنبياء والرسل هم مؤيدين من قبل الله تبارك وتعالى، يعني بدل ربنا سبحانه وتعالى يقول الرسول ما ودعك ربك وما قال، ويقول والله يعصمك من الناس، فأين التميز الذي نجده في شخص النبي والرسول حتى نقتدي به؟ لا، هذا التميز هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى هذا أنه لم تهينه قريش سبحان الله. كانوا يضعوا سلة الجزور على ظهره، يقول من ينصرني؟ إيه فاطمة وعلي، نحن ننصرك يا رسول الله سبحان الله. طفل صبي صغير وبنت صغيرة سبحان الله، ورغم ذلك سار على المنهج وما دعا عليهم. ذرهم يا ملك الجبال عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحان الله. اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. إذا قضية محاربة الدعية دي مسألة يعني سنة من سنة الله. شوف بس في نقطة الآن رغم كل هذه الصورة القاتمة التي ربما يرى المشاهدون والمشاهدات أنني يعني أظلمت الصورة إلى حد ما، الآن أبشر الجميع الباطل هو الذي يقاوم. إيه رأيك؟ رغم كل هذا
سبحان الله، مع يقظة المسلمين الآن ويقظة الأمة الآن. الباطل يقاوم، أنا رجل أرصد الحركة من أكثر من ثلث قرن، الباطل يقاوم الآن مقاومة شرسة. يقاوم لأن الحق أبلج وواضح وأسهل أيسر المسافات إلى قلوب الناس هي دعوة الله عز وجل، ولكن ينقصنا الإخلاص. طيب، من خلال قراءات حضرتك المستفيضة والمستعرضة في تاريخ الأمة الإسلامية، متى بدأت الأمة في الهبوط من علوها إلى هذا السفل الذي نوجد فيه تحديدا؟ في أي عصر تحديدا؟ احنا مر بينا الأول عصر خلفاء، الخلفاء الراشدين آدم كان طيبا سبحان الله، دول الذين طبقوا الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية. طيب، ملائكة يمشون على الأرض، ملائكة البشر. ثم جاء جيل التابعين، ثم جيل تابع التابعين، هذا عصر التميز والتفوق، القرون الثلاثة التي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير قرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دخلنا في القرن الرابع، بدأ عصر الدولة العباسية. لا 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 لا, لا. بدأ عصر الرفاهية العلمية. الرفاهية العلمية. وما هي الرفاهية العلمية؟ هي توضيح الواضح. فشغلت الأمة بأمور ما كان يجب أن تنشغل بها. بمعنى توضيح الواضح بمعنى ماذا؟ يقول ربنا في آية الوضوء: واغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأمر بغسل الوجه. غسل الصحابة وجوههم، والتابعون غسلوا وجوههم، وتابع التابعين غسلوا وجوههم. وجاء عصر فهمي ليقول ما هو أصل الفتوحات شغالة، الدول، الصين بتدخل في دين الله، الهند بتدخل في دين الله، المغرب العربي وصل له حدود الأندلس، الأمر إيه؟ لا قوة إلا بالله. بدأ الفتح. طب الحكام لهم من يحاسبهم، الأمراء، ويقف العالم ينصح، وسبحانه يصادق أهل العلم. عمر بن عبد العزيز ما كان له في مجلسه إلا أهل العلم. فبدأ العلماء يعملوا الرفاهية الفقهية، اغسلوا وجوهكم. ما هو الوجه؟ بدي يشغل الناس، يوضح بقى في كتاب الفقه. الوجه يبدأ من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل اللحية وما بين شحمتي الأذنين، تمام؟ طيب، يجي تحت في الحاشية أو في الحاشية تحت في الهامش كده، يكتب إيه؟ نقطة عند من منبت الشعر الطبيعي. لماذا قال الفقيه الطبيعي؟ لأنه ربما يكون المتوضع أقرأ لا شعر له، فيظن أن بداية الرأس. دخلنا إحنا في دوامة. هذا محمد خالد، ده إيه؟ ما هذا؟ كوب ماء. هذا كوب ماء، سبحان الله. أما الكاس هو الذي لا إيه؟ لا يد له، صح ولا لا؟ صحيح. والكاس يكون مليء، الكوب يكون ملموم يعني. طيب، صح ولا لا؟ صحيح. لازم نراجع أهل اللغة. بارك الله في فضيلتكم، صحيح. هذا كوب، خلاص. مر علي كده، وأنا أشرب منه من كوب، تمام؟ أجي أسألك، لك يا محمد ما هو الكوب؟ لو سألتك انت وابننا اللي واقف عند الكاميرا والمغول، كل واحد يقول تعريف صح صحيح، هو عبارة عن اناء زجاجي، والتاني يقول لا ده اصلا عندنا في بلدنا صفيح، والتاني يقول لا ده فيه نحاس، يقول ده فيه فضة، ده فيه ورق الان، والعياذ بالله، واحجام صغيرة زي انابيب، زي اطفال الانابيب، فيه كوب ورق، ولا يجيب امراض ويرميه او تلوث بيه او شغلان بلاستيك ومش بلاستيك، ما كان كوب من الاول. يا رسول الله ما الذي يفطر في رمضان؟ دخول شيء من الايه؟ من المكان الطبيعي. طبعا لا، تدرس في كتب الفقه هناك 63 نوعا من المفطرات في نهار رمضان. يا لطيف. الولد لو حافظ العشرة الاولى على اخر السنة يكون نسيه، ومطالب ب 63. نحن الذين عقدنا الامور، احنا فدخلنا في اطار الفلسفة. جيد مأمون سامحه الله ونقل كتب الفلسفة وترجموها، ودخلنا واخوان الصفة، ودخلنا في دهاليز الايه، علم الكلام، وضيعنا مجهود الأمة في أمور. فوقفنا عند حدود الفقه، فقه العبادات، نعم، وتركنا الدنيا يرتع فيها الآخر بعد أن طلقناها نحن، فلا كسبنا لا دنيا ولا حققنا حقيقة الدين. طيب، إذا من يعني من العصر العباسي الثاني تقريبا ابتدت الأمور تنحرف وتتدهور إلى أسفل. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت صغيرة، ثم استشرت على مدار 21 عاما، وصارت قوية في فتح مكة. تمام.
يعني عظيم عظيم. هنا بداية الدولة تقريبا. عظيم عظيم. صح كده؟ حجة الوداع كان فيها 13,100,000. جيد. نقول أن يعني أن الدولة الإسلامية تشكلت بعد مرور 21 عاما من الدعم من إقرأ. صح كده؟ ثم استمرت 4 قرون، 3 قرون. تمام تمام. صح؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت في الانهيار. كم منذ بداية هذا الانهيار والدعاة موجودون ولم نتقدم كعصر الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين؟ لا لا لا، حصل فصام نكد. لا، حدث في السؤال. السؤال لخلل في الداعية أم لخلل في المدعو؟ لا، المنهج كما هو والدعاة المرسولون كانوا كما هو، لكن حجب بين الدعاة وبين متخذ القرار، فحصل حدث فصام نكد وكأن الأمراء ضد العلماء، كأن في مر على مر التاريخ. أم لأن ليس هنالك إخلاص في الدعاء؟ بعضهم، لكن بعضهم كان مخلصا. يعني إذا ذكر ابن تيمية سكت الجميع، إذا ذكر ابن القيم ذكر الجميع، إذا ذكر العز بن عبد السلام رجع يقول له الخزانة المصرية ليس فيها مال عشان نعمل إيه نعمل إيه، فيقول نبيع الأمراء، الأمراء دول المماليك، يقول لك أول وآخر مرة في التاريخ أمير للبيع. فسبحان الله، فتوى العز بن عبد السلام. فالمهم فسبحان الله طلعوا الاول اللي عندكم، وبعدين كل الناس شاركت وجاهدت سبحان الله. نعم. لما رفع خطوة واسلام ما الذي حدث؟ رغم كل هذا الـ 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 يعني التردي، كانت العقيدة ما زالت موجودة عند المسلمين، التي بدأت الان الامة كلها نفض التراب عنها واستبانة الحقائق، فاصبح الان اما لنصرة دين الله وإما عدو لدين الله. وضحت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمه. بدأت سورة استبين. نعم. فالمرحلة اللي حدث فيها هذا كله، الجماهير أحيانا بعض الدعاء يغتروا بكثرة الجماهير، وهذه مصيبة. هم أصلا لا يقبلون العمل إلا بكثرة الجماهير والاتصالات. القضية إنما علمت ليقال عنه. ويفترضون أموالا معينة. دعنا نتكلم بصراحة، هم تلاميذكم، ويفترضون اموالا محدده ورواتب وطيران فيرست كلاس وفنادق 5 ستارز او 7 ستارز ورحلات كذا وكذا وكذا، وان ابوا لا يذهبون للدعوه. انا لا اعرف تلاميذ بهذا المنهج اولا، عشان بس موجود. لا لا ما لا ما موجود، لا بدون ذكر اسماء. لا 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 موجود. انا لا اعرف. انا اذا كنت انا مدرس لاحدهم فانا اتبرأ من 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 من, 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 من انه تلميذي. لا لا لا، لان الداعيه الى الله لا ينتظر عطاء من المخلوق، وإنما ينتظر عطاء من الخالق، لأن ما يعطيه له رب العباد سبحانه وتعالى من محبة في قلوب الناس تحجبها حب المادة والإخلاد إلى الدنيا. قبل الفاصل أطلب منك نصيحة للدعاء أولادك وزملائك على الدرب، ماذا تقول لهم؟ أقول لنفسي أولا أخلصي تتخلصي، ولكل داعية على الدرب سددك الله وأقامك على طريقه ونزع حب الدنيا من قلبك. أنت عبقري في الحوار فضيلة الشيخ. ولا عبقري ده عبقري، ده وادي عبقر بس الصحابنا ولا عبقري. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضرتكم مرة أخرى، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. سيدي لا تغضب مني في هذه الحلقة، فربما تكون الأسئلة مباشرة. أنا يعني أريد يعني كنت أريد أن أكون أهدأ من هذا، لكن يبدو أن هموم الدعوة صحيح. يعني رغم أنف الإنسان يكون صح. كم عام فضيلة الشيخ بالدعوة؟ يعني 72 ميلادية. يعني ما شاء الله ما شاء الله 35 عاما ما شاء الله. حبلتها صغيرة الدعوة. في هموم؟ لا تجد في الدعوة إلا هموم، ولكن عندما تتلمح علاوة ثمرة الأجر تهون عليك مرارة التكليف. متى تكون سعيدا ومسرورا كداعي؟ عندما يهدي رب العباد عز وجل بكلمة أقولها شاردا عن الطريق أو ناب عن المنهج أو مخالف أو مهاجم، عندما أجد مطواع ثم يعني ساعتها أطلب منه الدعاء لي لأنه أقرب إلى الله مني. طيب، بخصوص هذا الهجوم نعود إلى موضوعنا مرة أخرى. قديما أنبياء الله ورسله كانوا يدعون الناس إلى المنهج لعبادة الله الواحد الأحد ونبذ عبادة الأوثان، عدم الشرك بالله، وكانوا يواجهون في ذلك عداوات وعداوات. هذه العداوات كانت تتمحور حول الحاكم أم المحكوم؟ والآن كيف تقيم هذه العداوات الموجودة
وكيف نستفيد من مجهد من منهج أنبياء الله ورسله لحل الموجود بيننا من أفعال. عظمة ديننا أنه لا يفرق في تكليفه بين حاكم ومحكوم ولا بين عصامين وعظامين. عظمة الإسلام كده. نعم. عظمته كده، مش عشان يعني مولود من رحم يفضل عن مولود من رحم آخر، أو ناشئ في أرض يعني يفضل عن ناشئ في أرض أخرى، هذه ليست في دين الله. كلكم لآدم وآدم من تراب. سبحان الله. فقضية أن يعني مثلا الله سبحانه وتعالى، يعني عبد الملك بن مروان كان له جملة عجيبة، يقول تطلبون مني أن أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. يا جماعة اتقوا الله. شوف وهذا هي معادلة، وهذا رجل فاهم. وهذا رجل فاهم. نعم. ويجب أن تطبع العلاقات بين المثلث المدعوين والدعاء وصاحب القرار. لابد يدوروا في وطن واحد، مصلحتهم واحدة وعدوهم واحد وهمومهم واحدة، فإذا اجتمعوا بإذن الله رب العالمين حدث الخير. هذا الفصام النكد الذي حدث لا جريرة لا لا لا, لا. سبحان الله. يعني احنا يا محمد ابن عندنا من الآفات ما يجب على الدعاء أن يعالجوها بحكمة. عندنا روحانية مزعومة، روحانية كاذبة، روحانية مزعومة كاذبة. كاذبة. يعني واحد مثلا يقول لك أنت بصراحة عندك رغبة جني. كثير ما نسمع هذا الكلام. معمول عمل وممشوف في قنوات الآن، قنوات مربوط، قنوات لهذه الشعوذة وخلط هذا بذاك، وأصبح الإنسان لا يميز بين هذا وذاك. ألم يتحدث القرآن عن الجن؟ الله يا ابن مهو تحدث عن الجن، ما احنا تحدثنا عن الجن في قصة سيدنا سليمان. طيب موجود مس، يعني مس ولبس ومس. جميل 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 جميل. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا شيئا نجتهد نحن فيه؟ لا. لما نزل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أما كمل الدين أم صحيح تمام؟ نعم. طيب جميل. لما تجد زوجة مقطبة جبينها مهينة لزوجها غير مربية لأولادها، في نكد في البيت مستمر، تروح للشيخ تقول له من إياهم تتصل بيقول له أصل إحنا معمول، يقول له أنتم معمول لكم عمل بالكراهية وبالتفريق، هو مش عامل ده، عملها هو. هي التي عملت. الرجل سبحان الله بخيل وبذيء اللسان وشحيح اليد ولا يتحمل مسؤوليه، فيقول والله انا شاعر كده ان اقاربي لما بيزوروني يعني عينهم والعياذ بالله حاميه كده، وهعمل ايه يعني في الحسد ايه؟ تسال ولد شاب كده حاطط مش عارف انسان وحاطط مش عارف ايه من الخير، يقول لك لا ده للحفظ آية الكرسي. لا وانت تحسد ليه يا ابني؟ على ما تحسد، على جمال خطوته. لا على ما تحسد سبحان الله. نعم. لو رآك رجل نابه لما تمنى ان يكون له ابناء من اشباه سبحان الله. فقضيت هذه الروحانات المزعومه، الباس الدين او الباس الباطل لباس الحق، مصيبه، ضحك على عقول الناس. ليه ربنا ما يقول اما يجيب كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا تشبيه بل انت اهل لغه. انت من راجل انت بتاع اللغه تقف عند هذا. انا مقتنع، انا اولها لي تاويلا صحيحا من ناحيه اللغه سبحان الله. منذ ان التقيت بفضلاتكم وشرفت بتقديم البرنامج معك وانا مقتنع بكل كلام تقوله، لكن هذا صوت الشارع. وباعتبار رسول المشاهدين هذه اسئله المشاهدين. جميل يا ابن جميل جميل جميل. طيب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الله. أإله مع الله؟ هل الأقدار تسير إلا بقدر الله سبحانه وتعالى الغالب وبعلمه السابق؟ فإذا قضية أن الإنسان المؤمن القوي هو الذي يصنع القرار. جميل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء. إلههم مع الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم. إذا قدر الله الغالب هو الذي يسير بعد أن تأخذ في الأسباب. الله. يا مؤمن مش قال اذا مرضت فضع يدك وادع الله عز وجل بالرقى المعروفه. هو احنا نجيب يد عمر منين؟ يد عمر بن الخطاب كيف ناتي بها؟ احنا ادينا ابن ملوثه من اثار الحرام والشبهات والبعد عن كيف يعني انت يا رجل ادع الله اما يجيب قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الم يسال النبي صلى الله عليه وسلم 13 سؤالا، في كل سؤال قال له قل الا في سؤال واحد؟
وإذا سألك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين قل؟ ما في حتى وسيلة. وسيلة الرسول الخاتم المعصوم كأنه بعيد عن المسألة دعني وعبادي. يعني ما اقولش بحق جه النبي ما فيش كلام ده عشان خاطر سيدنا محمد يا مؤمن لجل النبي اللي دخلوا الغار قالوا نتقرب الى الله باحب اعمالنا مش بحد تاني باحب اعمالنا الى الله واكثرها اخلاصا. شوف فضلتك لا توافق على الجن والاعمال والسحر لا يا ابني والربط فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان هاروت وماروت كان خلاص كان وانه كان رجال. انا ملاحظ ان حضرتك بتقفل على الموضوع. نعم ملاحظ ان حضرتك تقفل على الموضوع لا تود الكلام فيه. اصل من الناس يطلع الاخوه الان على الانترنت يبعتوا لنا شتائم يقول لك الشيخ عمر ينكر الجن. يا ابني انكر صوره من القران بس انا اعرف الجن الذي اخبرني به رب العباد في كتابه وتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اما قضية ان الناس تتخذها مهنة وتاخذها لاخذ اموال الناس بالباطل وتغييب الامة عن واقعها المر جنة. انا هو انا يعني يا ابني هو انا حليت مشاكل الواقع لما اروح لعالم الغيب. هذه السمعيات في كتب العقيدة اسمها ايه السمعيات العرش الكرسي اللوح القلم الملائكة الجن الشياطين هذه نؤمن بها وبوجودها لكن ما رأيناها نؤمن بها خلاص. اما ان اقدار الله يتدخل فيها اخر هذا يقول له اصل الجن عامل عمل ها عشان فلانه لا تتزوج على رجل نمله سوداء صبر بالله. يبقى اذا ايه قدر الله الغالب ام عمل الذي عمل؟ ايه الكلام ده؟ الزواج رزق ياتي في الوقت الذي يريده الله لا يعطله احد. ثم واعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. هذا كلام الحبيب مصطفى وانا اجيب كلام من عندي. رزق ده رزق الزواج رزق. لما يجي اليوم هياتي يطرق الباب ويتزوج. كل شوف يعلم يعني سبحان الله ان كل شيء بقدر. اللي خلى الورقه التي تقع من تسقط من الشجره في احدى الغابات في شمال كندا ولا في جنوب افريقيا يعلمها. ليه يعلمها؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه الخالق الرحمن الرحيم. لما وقعت الورقة قلت نسبة عملية التمثيل الكلوروفيلي المسؤولة عن انتاج الاكسجين فقلت نسبة الاكسجين في الجو ولكن نسبة الاكسجين في الجو خمس حجم الهواء الجوي فينبت الله في غابة اخرى ورقة اخرى تنبت نفس الكمية ليظل التوازن في الكون لان الخالق هو الله. اما تقول لي ان فلانة معمولة عمل عشان ما تتزوج لا سبحان الله كيف يعني؟ هل الجن ينطق على لسان الانسان يقول لفلان انت طالق لزوجته؟ لا عمل لا سبحان الانسان مكلف والا اذا كان غائب العقل لمساله اخرى. نعم. طيب. هل من خلال قراءه فضيلتكم في عهد انبياء الله ورسله مما قد سلف كانت سائره حكايه الجن والتعامل مع الجن والربط والسحر؟ لا الكلام ده سبحان الله العظيم الجن توقف نشاطه الذي كان من قبل وان كنا ايه؟ نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد شهاب الرصد خلاص انتهت القضيه. والجن ده يا مؤمن يا كافر. ان كان مؤمن مشغول بعباده الله وان كان الجن كافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم سبحان الله. بس ارجو الا يفهم كلامي لان دايما احنا نحط التوضيح على الواضح ما مش انا مش يعني سبحان الله نقول مثلا في اراء في فقهاء وعلماء يرون ان هذا كان خلاص وانا لا هذا اجتهادي في المساله. انا لا اخوض في امر من امور العقيده ولا اخالف شيئا معلوم من الدين بالضروره. صحيح سبحان الله من اجتهد فاخطا فله اجر. بارك الله فيك يعني نحسبك لك الاجران باذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم. نرحب باسئله المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا مرحبا يعني حجبناك عنهم زمنا طويلا. لا تفضل ما شاء الله وانا ما احجب عنهم ابدا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نرحب باسئلتكم واستفساراتكم للداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مجددا ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. ريثما نتلقي بعض الاتصالات. هنالك سؤال يلح على ذهني منذ فتره طويله. لكل شريعه كان لها متحدث رسمي هو نبي او رسول. نعم.
من المتحدث الرسمي باسم الإسلام الآن؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الآن في هذا الواقع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يتحدث بالكتاب وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنته. كأن الرسول ما زال يتحدث بيننا. ما من شريرة ولا واردة إلا أما واحد يحجر على آراء الآخرين يظن أنه هو المتحدث الرسمي. ليس هناك متحدث رسمي سوى رسول الله. أغلق الباب. والجماعات التي تزكي أنفسها وبعض الدعاء يزكي أنفسهم وبعض الناس يزكي وبعض الفرق تزكي نفسها. الله نهى على الأخ عن تزكية عن هذا الأمر. فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم من, أعلم من التقن. خلاص الله أعلم من التقن. لكن أقول أنا يعني إذا الحمد لله الذي عافاني بفضل الله عز وجل يعني من أن أنتسب إلى 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 ضيق جماعة معينة. نعم. وأحترم كل الجماعات العاملة على الساحة. طالما دخل المنهج أنا أحني رأسي له. واخذ لاي جماعه تنتمي فضيله الشيخ؟ جماعه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ما ما ما, ما حزب جماعه اسلاميه محدده. لا لا الحمد لله رب العالمين. فكر معين عافاني طبعا. رب العباد انا فكري وارائي وحلال وحرام من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا جماعه ولا حزب. عباءه الاسلام تسعنا جميعا وانا احب كل الجماعات وليست الفرق. وهذا يعني تقييم فضلتك لهذه الجماعات ظاهرة صحية للمجتمع المسلم؟ ظاهرة طيبة ويجب أن نأخذ منها الخير الذي وفيه. فكل جماعة تمتاز بصفات جيدة وكل جماعة على الساحة هي شجرة وارفة. بس ما سمعنا بهذه الجماعات أو الفرق عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معلش يعني هذه يعني بلاش يعني نسميها وسائل دعوة. وسائل دعوة؟ يلا خليك كده عشان إيه؟ نواصل الأمر بأن أحدهم لا يصلي خلف الآخر. لا معلش هذا جهل. هذا جهل. ويصبون بعضهم بعض على المنابر وعلى شاشات التلفاز. لا شوف نحن الآن الأمة في وضع يجب أن تتوحد وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. هذه القضية. وأنا أرى أن كل هذه الجماعات هي أشجار باسقة مثمرة في بستان الإسلام الكبير. فحي الله كل من يخدم كتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. معنا اتصال هاتفي. اخ هادي من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم الهادي. الهادي من السودان. الو. حاول الاتصال بنا مره اخرى. اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا من معنا؟ انا ابو محمود من العين بارك الله فيك. مرحبا تفضل سيدي. والله احنا نحبكم في الله يا دكتور ويا استاذ محمد خالد. احبك الله الذي احبتنا فيه. واحنا العيله كلها فرحانه اليوم لانه احنا قدرنا ناخذ الخطوه ونتكلم مع الشيخ بارك الله فيك. جزاكم الله خير. يعني حتى احنا متابعينك على البحرين وعلى دبي وعلى الشارقه ما شاء الله وكان. واخبار سوريا متابعينها معك ان شاء الله. شكر الله لكل هذه الشاشات اللي في منابر ودعوه. نعم نعم. السؤال يا شيخ بارك الله فيك. نعم. في احدى الحلقات في هذا ديننا ذكرت حضرتك انه الانسان لما يدخل الجنه باذن الله تعالى جعلنا منها ان شاء الله يا رب. فيجمع عائلته جميعا في اعلى درجه من درجات حصل عليها الشخص. يعني اذا الزوج عمله صالح وكان في مرتبه معينه ما. تلحق فيه الزوجه والاولاد او الاخوه والاب. صحيح هذا الكلام؟ اين صحيح. التميز في هذا الموضوع؟ طيب بارك الله فيك. يعني طيب سؤال وجيه وصل. وصل السؤال. رد على طول. وصل السؤال. بارك الله. اولا يجب ان نقتنع ان الدخول من باب الجنه برحمه الله ليس بعملي ولا عملك. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال كلنا يدخل الجنه برحمه الله قالوا حتى انت قال حتى انا الا ان يتغمد لله برحمته. يعني لا عمل يدخل الجنه وانما رحمه الله. يا عبادي ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم. فاذا وصل مثلا الاب صالح فكان في درجه اعلى ابنه غير او الولد صالح والثاني في درجه سبحان الله الثاني ادنى وما فيها من دني. نعم. يعني سبحان الله. فالامر الطبيعي ان ينزل الاعلى الى الاسفل. انت معك تذكره درجه اولى وصاحبك درجه عاديه الراجل عايز تجلس بجواره اذهب انا له المضيف ما يرضى تذهب انت اليه. لكن الله من كرمه ان يرفع الادنى للاعلى سبحان الله. نعم. يعني الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واحد يقول الله هذا ظلم لمن هذا كرم الله وتفضله. وعاطفة الآخرة غير عاطفة الدنيا. نعم. يعني العاطفة دي سوف تختفي كقضية الايه اننا اقل او اكثر دي تنتهي. نعم. يعني بدليل ان سيدنا نوح في الجنة
وابنه في النار. ورغم هذا لا يحزن نوح لان العاطفة تتغير. صحيح. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. نأخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟ جزاكم الله، اخوك ايمن من دبي ان شاء الله. مرحبا اخ ايمن، تفضل. جزاكم الله على هذا البرنامج، كل خير ان شاء الله، وبارك الله في الدكتور عمر عبد الكافي شيخنا الكبير، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بسم الله ما شاء الله. بس كنا عايزين في اقتراح صغير للبرنامج ان شاء الله. حضرتك زي ما انت شايف دلوقتي في الافلام والمسلسلات والحاجات دي بتتعمل بالصوت والصوره، احنا نتمنى من الله ان صفوه الصفوه والوعد الحق تنزل الحاجات دي على اسطوانات دي في دي بالصوت والصوره ان شاء الله، وجزاكم الله كل خير. حاضر باذن الله تعالى. بارك الله فيك. حاضر وفيك، بارك سيدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر. السلام عليكم. الو الو الو. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مكلف ام شيخ، تفضل. الو. تفضلي يا اختي، معك، تفضلي. كيفك يا شيخ؟ تفضلي. نعم تفضلي، نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله نعم الحال. يا اختي تفضلي نسمعك، تفضلي. تفضلي نسمعك. انا احبك للشيخ، ادعي لي. حاضر يا بنت، ربنا يوفقك للخير يا رب ان شاء الله، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. الو. مرحبا. السلام عليكم. الو. الو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه سيدي. واياك، تفضل. اشكركم على البرنامج. بارك الله. وفي عندي بس اقتراح لو سمحتوا، اذا ممكن تاخذوه بنظر الاعتبار، انه هذا البرنامج ياتي مره واحده في الاسبوع. لاقتراح يعني، وكل هذا يعني لو عملت استفتاء حتلاقوا انه كل الناس بدهم البرنامج يتكرر اكثر من مره في الاسبوع، ولو كان حتى يوميا الناس لا تمله، والناس كلها تنتظر هذا البرنامج يا استاذ محمد خالد. باذن الله نرفع الامر لاداره التلفزيون وسوف ترى الصالح ان شاء الله. ولي سؤال، بما انه يعني اخذنا الخط، لي سؤال بس للدكتور. تفضل. في موضوع الجن، طبعا انا اؤمن بكل كلام الدكتور حقيقه، ولكني حضرت احد المشايخ وهو يحمل دكتوراه في الشريعة الإسلامية ويعالج من موضوع الجن مجانا، لا يتقاضى راتب ولا يتقاضى شيء لوجه الله تعالى، وهو معروف في البلد، اسمه معروف يعني، لا أريد أن أذكره. وحضرت جلسة لتحضير لاستخراج الجن من جسم الإنسان، فتكلم الجن يعني، وسمعته أنا بنفسي، سمعت الكلام هذا. سمعت صوت الجن؟ نعم نعم، يعني هو الصوت نبرة الشخص اللي فيه الجن. يعني مو الجن نفسه. وكيف خرج الجن؟ لا هو طبعا بالقرآن الكريم، لا يتكلم إلا غير القرآن الكريم. نعم. بآيات محددة في القرآن. طيب وصلتنا رسالتك سيدي، وصلتنا رسالتك. نعم، يبدو أن هذا الموضوع يحتاج إلى كلام كثير وطويل. إذا أوجست أنا في القضية ظلمت الموضوع. ويعني يحتاج إلى وقت وتفصيل. نعم نعم نعم، نعم. يعني العربي ينكر المرض النفسي ويقول العرب الى الان، احنا في 2007، ان لو اكتشف ان احد افراد العائلات ذهب الى طبيب نفسي ليعالجه قالوا انه مجنون. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. بس يعني بس دي رساله بسيطه. وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. اهلا، ابا اسال الشيخ عن دواء الصبر، يعني سبحان الله لما الواحد يكون مبتلي في اهله وفي ابوه أخوانه. نعم. كيف الإنسان يصبر على أهله وأن يبرهم؟ كيف لو أن يبرهم وهو مبتلي فيهم؟ وكيف لنا أن نصبر؟ وجزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله، شكرا، بارك الله فيكم. ما سمعت السؤال. إذا الإنسان ابتلي في أهله، أيوة، فكيف له أن يوقظهم وهو مبتلى فيهم أصلا؟ كيف؟ يوقظهم. والله الدعاء يعني مخ العبادة، يدعو لهم وسلوكه معهم ويدفع بالتي أحسن. فإن شاء الله ربنا يهدينا جميعا ويهدي أهلينا وأبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأبنائتنا وبناتنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لابد أن تصبر عليهم وتدعو لهم بالخير. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ابو نورس من العراق من الموصل. يا مرحبا. الله ابو نورس تفضل. حيا الله الموصل. الله يبارك فيك ويبارك باستاذنا الغالي الدكتور عمر عبد الكافي. الله يبارك فيه. وجزاهم الله خير عنا كل جزاء. الله يرضى عليك. اخي العزيز الدكتور عمر عبد الكافي. نطلب منك الدعاء لاهل العراق. في هذه الظروف. نعم. ونرجوك جزاء جزاء جزاك الله خير انه تدعو لنا في هذه الظروف الراهنة. نعم. اللي يمر بها العراق. نعم. يا دكتور يا عمر عبد الكافي. جزاك الله كل خير. احنا ناقصين الخشوع في الصلاة وناقصين كل هذه الامور نتيجة الظروف اللي احنا مر بها. نعم. فماذا نفعل رجال؟ بارك الله فيك اخي الكريم. اولا حي الله العراق واهله وادعو الله عز وجل انا لا انساهم في صلاة ولا في صلاة جماعة ولا في خطبة جمعة ولا في محاضرة ان يجمع الله شملهم وشتاتهم وان يطرد عنهم كل مكروه وسوء وان يبعد عنهم شياطين الانس والجن وان يرجع العراق الى العراقيين ويصيروا اخوة على قلب رجل واحد بجميع مذاهبهم وطوائفهم اخوة احبة مواطنين يعني مخلصين على ارض العراق الشقيق. نعم. أما مسألة الخشوع في الصلاة أنتم الآن أحوج إلى الخشوع في الصلاة منه في أي وقت آخر. صحيح. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب. حقيقة حبيت أقول كلمة قبل ما أسأل سؤالي هو يقول المتنبي وإنما الناس بالملوك وما تفجع غرب الملوك عجب. نعم. فأنا أظن والله أعلم أن يعني السبب الأول فضل هذا البرنامج من وجهة نظري يعود إلى حاكم الشارقة حفظه الله. جزاه الله خيرا. لأننا نتابع برنامج الشارقة وكل الفعاليات التي تجري في الشارقة وهي طيبة جدا يعني من عز وجل. الشعر و الرعاية التربوية والبرامج الجادة والمسلسلات الهادفة. في الحقيقة يا دكتور عمر يعني أبحثتنا قناة الشارقة في رمضان الماضي ببرنامج جميل جدا اللي هو منشد الشارقة. نعم. ونتمنى من هذا المنطلق أيضا سيدي لو سمحت يعني باختصر حتى لا يدهمنا برنامج صفوة الصفوة. نتمنى لو يعني تتبنى قناة الشارقة أن يعمل كمسلسل تلفزيوني يستفيد منه الأجيال ويعرض في أكثر من قناة حتى ينتشر إلى الناس جميعا. بارك الله فيك. جزاك الله خير ونحبك في الله ولأخونا محمد غالي كذلك. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا لك. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. مش أنا برضو. أنت برضو. هو انت برضو تفضل. انا ليا سؤال. من انت اولا؟ اخوكم عبد الخالق من الشارقه. تفضل اخ عبد الخالق. اولا نحبكم في الله ونحب الدكتور عمر نحب نستمع لحلقاته كثيرا. بس انا ليا سؤال وعتاب في نفس الوقت على الاخ محمد خالد. تفضل. فاما العتاب. العتاب بدايه الاخ محمد خالد جزاك الله كل خير واحيانا كثير مداخلاتك مع الشيخ بتثري بها الحلقة حقيقة يعني. نعم. لكن في أحيان كثيرة بتخرج الشيخ عن شعوره وبنحس بضيق من الشيخ وهو بي 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 بيلقي درسه أو بيلقي الحلقة مع حضرتك. هذا هو العتاب ويجب أنت يعني أو نرجو أن يسع صدرك لعتابنا يعني. لا واسع. جزاك الله خير. وأنا أستميح شيخي ووالدي وأستاذي ومعلمي على الهواء مباشرة ألا يغضب مني دائما فأنا ابن له أتعلم لا تغضب مني يا شيخ. هذا من حبنا لك أخ محمد وحبنا للشيخ عمر. نعم. بارك الله فيك. وإياك إن شاء الله. وبعدين والله يا أخ عبد الخالق يعني أنا ما قصدت إلا يعني الشيخ بداخله ضرر كثيرة جدا وأنا محكوم بوقت في الحلقة وأود أن أخرج ما بداخله للناس فربما يعتري هذا بعض سلوكيات السؤال الإعلامي فقط ليس إلا يعني. شكرا الله لك يا أحمد. ولك سيد. تفضل سيد السؤال. السؤال في نفس الحلقة وهو خاص موضوع الجن وفي نفس الجزء اللي عقب فيه فضيلة الأستاذ عمر
وهو ان كل شيء طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى. ألا يكون الأعمال أو تسلط الجن على الإنسان هو من ضمن قدر الله سبحانه وتعالى، يعني يكون سبب من الأسباب، أن الله يسبب الأسباب فيكون هذا من ضمن الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يسببها للبشر في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا يعني. بارك الله فيك، شكرا لكم. هذا الرأي الآخر في هذه القضية، وأنا أجل وأحترم كل رأي مبني على كتاب وسنة، وهذا رأي أنا أحني هامتي دائما لأصحاب الآراء حتى وإن اختلفوا معي، ولكن القضية أن المقصد مقصده وجه الله سبحانه وتعالى. أنا أحترم الآراء الأخرى. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. ومن قبيل أن فضلاتكم تحترم الآراء الأخرى، فأنا رأيي في يعني أسئلة السادة المشاهدين ما كانت على المستوى المأمول والمرغوب فيه في هذه الحلقة. كنت أود أن يسددوني فيما فاتني من أسئلة، وأن يقاوموا عوجاجي في الأسئلة التي ربما تكون فاتتنا في الجزء الأول. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن اجعلوا هذا البرنامج كأنه برنامج ليس تعليمي، نحن نجلس كأن أنا أعتبر وأنا آتي إلى قناة شرق كأني آتي إلى المسجد. نعم. لألقي درس علم على المريدين والإخوة والمشاهدين والمشاهدات، وهم يعني عندهم الإخلاص في الاستماع، وأنا أود أن نصل جميعا أنا وأنت وهم إلى بر السلامة. فأرى أن قضية الأسئلة يبدو أن كل واحد يشغل نفسه بقضية معينة. دعونا يعني نحن أحوج إلى علم ثم إلى تربية ثم بعد ذلك دعوا الأسئلة. الصحابة ما سألوا، الصحابة عملوا واشتغلوا واجتهدوا فنصر الله بهم هذا الدين، ونأمل أن نسلك سلوكهم، وحيا الله المشاهدين جميعا إن شاء الله بإذن الله تعالى. دعاء نختتم بهذا الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهد جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل يا رب بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. ولا كربا إلا أذهبته. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واصرف عنهم كل مكروه وسوء. ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. شكرا لفضلاتكم، ونتخلص في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفوة الصفوة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة